السلام عليكم طلاب، احنا اليوم في نهايات الوراثة تقريبا وصلنا للشرحيات. الشرحيات هذه مطلوبة من عندكم انتو، لكن حوضحها لكم شلون تقروها. يعني احنا كمسائل خلصنا مسائل الدرس الماضي، اليوم عندنا درسين الاخيرة ان شاء الله هي فقط شرحيات، وحعلمكم شلون تقروها للوزاري. رح نبدأ بانواع الار ان اي، لانه احنا الدرس الماضي اخذنا الار ان اي والدي ان اي وقارنا بيناتهم. الار ان اي ثلاث انواع قلناها الدرس الماضي، جميعها تصنع بالنواة وتنتقل إلى السيتوبلازم. علي ليش تنتقل إلى السيتوبلازم؟ هاي أنواع الـ RNA إلها دور في بناء البروتين بالسيتوبلازم، إلها عمل في الاستنساخ. أنواعها ثلاثة: مراسل mRNA، رايبي رايبوسومي small rRNA، وناقل tRNA. شنو دور كل واحد؟ المراسل ينقل رسالة من الDNA، مراسل ينقل رسالة من الDNA. وين الرسالة؟ موجودة بالنواة. وين يوديها؟ للرايبوسومات. الرايبوسومات وين موقع؟ بالسيتوبلازم في حقيقية النواة. أما السمول RNA شنو دوره؟ هذا يدخل في تركيب الرايبوسومات، هذا راح يشترك مع البروتين في تكوين الرايبوسومات. الناقل tRNA هذا ينقل احماض امينيه. من هي الاحماض الامينيه؟ البروتينات من نجزئها نسميها احماض امينيه، توديها عفوا الى الرايبوسومات حتى يبني بروتين. لوحظ ان الاحماض الامينيه ترتبط بالناقل. شلون ترتبط بالناقل هذا tRNA؟ راح اوضح لكم الفكره مالتها بالضبط شلون. تخيلوا هذا الحامض الاميني هذا شكله، وحنشوف الاحماض الامينيه مشلبه بذيله شلون الطياره. ينقل الاحماض الامينيه يوصلها للرايبوسومات. لاحظ هاي الأحماض الأمينية مرتبطة بالناقل tRNA. أوكي، أكو تعريف وزاري جاي الشفرة الوراثية. إحنا قلنا كل ثلاث قواعد نيتروجينية يحددها حامض أميني واحد، إذا نسميها شفرة وراثية. تشير الشفرة إلى تتابع القواعد النيتروجينية في الـ mRNA. mRNA وين موجود؟ ست في السيتوبلازم. تخيلوا هذا السيتوبلازم بالخلية، هذا السيتوبلازم بالخلية، وهذا شريط الDNA، وهذا شريط الRNA اللي استنسخناه من الDNA. الشفرة هي عبارة عن تتابع قواعد نيتروجينية ثلاثة في شريط mRNA. أي أن كل ثلاثة نيوكليوتيدات متجاورة تمثل كودون يحددها حامض أميني واحد يشير إلى البداية ونهايته. لذلك من نكتب القواعد النيتروجينية نكتبها كل ثلاثة سوا. تضاعف الDNA أخذناه الدرس الماضي وشرحناه، والخطوات أيضا شرحناها. النسخ ايضا اخذناه ونسخنا الـ RNA من الـ DNA، وقلنا الحامض الاميني متعدد البوليمير الـ RNA هو اللي يحفز على انتاج الـ RNA. من يحفزه؟ من القالب. وشرحنا العمليه كلها ووضحنا عليها امثله. تعريف جاي وزاري: المحفز اللي هو موقع الابتداء هو تسلسل قياسي من النيوكليوتيدات يوجد في قرب المورثة. يعني شلون حنقول التي الأدينين ثايمين اليوراسين كذا، هذا من اللي يحدد لي اياها؟ المحفز اللي هو موقع الابتداء. هذا عنده وظيفة تنظيمية يرتبط به انزيم البلمرة ويبدي يشتغل على هذا الشريط، وهو اللي ينهي لي عملية التضاعف او عملية البدء.
شو يسوي؟ وذلك قبل الشروع بعملية النسخ. ومن يغادر في المنطقة خلاص تم استنساخ هذا الجزء. أيضا الترجمة جاية تعريف وزاري، هي آخر خطوة في عملية بناء البروتين، وموقعها تحدث على الرايبوسومات، وأيضا يستخدم فيها الشفرة، يعني موقع بدء موقع إنهاء. إحدى النقاط هاي الثلاثة جاي وزاري، طبعا خطوات الاستنساخ ثلاثة، طور البدء وطور الاستطالة، وعندنا آخر طور اللي هو طور الإنهاء، هذا جاي وزاري مكرر مرتين. يعني شنو طور البدء؟ احنا مو قلنا نستنسخ الام من الشق الثاني للدي ان اي اللي سميناه قالب، وبعد الام ار ان اي نستنسخ التي ار ان اي، اذا يرتبط التي مع الام عن طريق وحدتين بنائيه للرايبوسومات مع بعضها البعض، وترتبط انزيمات معينه بهذا الحامض الامين الميثونين عند طرف التي ار ان اي. طبعا هذا اللي حيحدد لنا البدء هو كودون، راح يختار هاي القاعده النيتروجينيه يبدي بيها في الام ار ان اي، ويبدي يزدوج كودون الام مع كودون التي، هذا طور البدء. طور الاستطاله راح تتشكل سلسله متعدده البابتيدات، اي يزدوج كودون مالت التي اللي يحمل حامض اميني معين مع كودون الام اللي ايضا يحمل كودون معين، وهذا الحركه كلها على الرايبوسومات راح تتشكل آصل بابتيديه بين التي وبين الام، بعد ذلك يغادر التي ار ان اي الرايبوسومات. طبعا المسافه بين جزيء وجزيء هي مسافه كودون واحد. الانهاء لما يوصل الرايبوسوم الى كودون الايقاف، هاي النهايه على الام، بدا يتحرك شلون السلسله على الام، ينفصل فيؤدي الى تكوين سلسله متعدده البابتيدات في اخر جزء من التي ار ان اي، ويبدي غادر الار ان. الرايبوسومات لو نجي لتركيبها، اذا قال لي كيميائي بروتين وار ان اي، لكن اذا قال لي ما هو تركيبه اوصف لي اياها، اقول الرايبوسومات وحدتين، وحده صغيره وواحدة كبيرة، واثنيناتهم متكون من الحامض الأميني، عفوا من الحامض ار ان اي والبروتين. البروتينات تركيب ووظيفة البروتين. البروتين تشكيله يعتمد على الوظيفة التي يؤديها. كل بروتين هو عبارة عن سلسلة متعددة البابتيدات. يعني شنو؟ البروتينات عبارة عن أحماض أمينية بشكل سلسلة متعددة البابتيدات وارتباطها بأواصر بابتيدية. يوجد تقريبا في الكائنات الحية تقريبا 20 حامض أميني مختلف. هذه أخذناها الدرس الماضي. رح ندخل إلى الهندسة الوراثية. هندسة وراثية هي قابلية تغيير تركيب. أنا اليوم بدي أصير مهندس بالوراثة، يعني أغير بالشكل. وهي تقنية تغيير التركيب الوراثي للخلايا الحية أو الأفراد. شلون أغير تركيبهم؟ أما أزيل مورثة أو أدخل مورثة جديدة. أحور الخلية، أحور الدي إن إي، أحور الكروموسوم، فأكسبه صفة مرغوب بها. ما هي المستلزمات اللي هنسويها حتى نغير إنزيم مورثة أو نضيف مورثة؟ أكو بيها خطوات نسميها المستلزمات الأساسية لتقنية الهندسة الوراثية. أولاً أقطع جزيئة الدي إن إي بها المورثة اللي أنا أريد أزيلها أو أريد أكاثرها. أقطع جزيئة الدي إن إي التي تحمل المورثة المراد نقلها بواسطة إحدى الأنزيمات القاطعة، مو سكينة، لا، أنزيم، أدز له أنزيم يسحب لي هاي المورثة. ثم
ناقل مناسب ينقل المورثة هاي القطعة الجديدة اللي هي عبارة عن الأنزيم اللي نقل المورثة. ناقل مناسب يحمل القطعة الجديدة اللي هي القطعة اللي احنا قطعناها من خلال اتحادها مع هذا الناقل، واللي حيساعدنا انزيم لاحم يلحم القطعة مع الناقل، حنسميها الناقل مع قطعة الدي ان اي small r dna. هذه القطعة لها جينة عبارة عن جزيئتين من الدي ان اي، الناقل دي ان اي والقطعة اللي سحبناها هم دي ان اي، ونروح ناخذ هاي القطعة نوديها بخلية مضيفة، انقلها الى خلية مضيفة وابدي اكشف عن هذه الخلية المضيفة بداخل المضيف، راح تتكاثر وتسوي لي ضمن الاف من او عشيرة من المورثات. ابدي اكشف عن هذه القطعة وعزلها عن بقية العشيرة. من هو الانزيم اللاحم؟ هذا اللي يحفزنا على تكوين اواصر تساهمية بالتضاعف مالت الدي ان اي، مشرحناه بالهيكل السكري الفوسفاتي. من هي السمول ار دي ان اي؟ هسه قلناها هي جزيئتين، التصاق اثنين من الجزيئات غير متجانسة، جزيئتين مال الدي ان اي اللي اخذناه الناقل والقطعة المورثة خارج الجسم، وذلك من خلال ربط جزيئات دي ان اي لكائنين مختلفين. عدد مستلزمات تقنية الهندسة، مو خطوات، ليش كانت خطوات هنا المستلزمات، هناك كانت خطوات مال اقطع المورثة وانقلها بواسطة ناقل والحمها، ذيك خطوات، اما هذه مستلزمات. شو احتاج؟ احتاج انزيمات قاطعة واحتاج نواقل. عرف لي الانزيمات القاطعة. بروتينات بكتيرية استخدمها للتعرف على تتابع معين من القواعد النيتروجينية، يعني في جزيئة الدي ان اي اكو قواعد نيتروجينية اقطعها بواسطة هذه الانزيمات. شلون اقطعها؟ وذلك عن طريق كسر الآسرة الفوسفاتية. من هي النواقل؟ النواقل انا يعني عندي اثنين نواقل بالاضافة الى المجس. النواقل اخذناها بلعوم بكتيريا نسميه العاثي او اللاقب جاي وزاري. عرف لي العاثيات، هي اشياء بسيطة التركيب، هاي مو انا كاتبتها، هاي نسخ كتاب. اشياء بسيطة التركيب تصيب البكتيريا وتحللها وتبقيها خاملة، تحتوي على اشرطة دي ان اي مزدوجة او مفردة، وقد تحتوي فقط على الار ان اي، مثال العاثي لامبدا اجا وزاري. اما الناقل الثاني وهو جزيء صغير من الدي ان اي شكل دائرة اللي اخذناه عامل القصوبة، موجود بالبكتيريا. شو المميزات هذا الدي ان اي الدائري او عامل القصوبة؟ انه يحمل عدد قليل من الجينات المسؤولة عن بعض الصفات كصفة مقاومة البكتيريا للمضادات الحياتية، هذا جاي وزاري. انه هذا الدي ان اي الدائري يتضاعف ذاتي بصورة مستقلة على الكروموسوم البكتيريا، وايضا يمكن نقله من بكتيريا الى اخرى. ثالث ناقل مجس او مسبار، هو اللي يكشف لي عن الجين المرغوب، هو جزيئة دي ان اي او ار ان اي احادية السلسلة ومعلمة بالنظير مش اخذناه بالتجربة، وتتحد مع الدي ان اي، تتكامل مع الدي ان اي المطلوب الكشف عنه. هذه اخذناها كاملة. تطبيقات الوراثة جاية وزاري، عدد اربعة من عندها، عدد خمسة، هاي مساعدة. شنو فائدة الوراثة اللي احنا درسناها كلها؟ تحدد تتابع النيوكليوتيدات الجينيوم البشري الكامل، وتعرف للخارطة الوراثية للعائلة، استخدامها في المجال القضائي، استخدامها في تعقب هجرة الإنسان، يعني احنا من درسنا كائن وعرفنا صفاته من نروح ندرس كائن في مدينة أخرى نعرف انه هذه انتقلت من هاي المدينة إلى هاي المدينة.
ايضا يفيدنا بالامراض انتاج هرمون الانسولين البشري وماده الانترفيرون البروتينيه وعامل التخثر 8 اللي هو مال نصف الدم الوراثي وبروتينات الدم واللقاحات المختلفه تعدوها وتحفظوها. ايضا عندنا بعض النباتات تنتج لي النيتروجين وتثبته عندها عقد بالجذور مالتها، فعندنا فائده انه ننقل صفه تثبيت النيتروجين الى انواع اخرى من البكتيريا. وهاي تكملتها ايضا اللي هي النقطه رقم 6، يعني نفس المعلومه. هناك بعض النباتات مثل البقوليات عندها صفه تكوين العقد الجذريه في فتكون محاصيله كثيره بدأوا ينقلوها هاي الصفه. ايضا في مجال تقنيه تركيز المعادن، اذا تتذكرون درستوا بصف ثالث عندنا الكبريت نوعين، عفوا الكربون نوعين، الكربون الفحم، واذا جت بكتيريا ونقته صار ماس، اذا هذا الفحم ممكن يصير ماس. اي بدأوا يشتغلون عليها العلماء في تركيز المعادن. ايضا فادتنا في معرفة مخاطر التلوث من خلال تطوير الكائنات المجهرية، وكذلك في التزاوجات بين الأبقار والأغنام والمحاصيل المهمة أسماك وغيرها. وآخر نقطة في تطبيق مفاهيم الوراثة، أي انتخاب، يعني نطبق الوراثة في أنه ننتخب هذا يفيدنا وهذا ما يفيدنا، ونعرف هذا هجين أو غير هجين، ونبدي نسوي توالد اصطناعي منظم، يعني الابقار الجيده اللي صفاتها سائده بدينا نركز عليها حتى ننتج كائنات كثيره ذات صفات جيده. وايضا الطفرات الوراثيه اللي بيها التوائم بدأوا ينقلوها من كائن لكائن حتى تنتج لهم. انتهى الفصل الخامس. نهايه الفصل راح تلقون حلول اسئله الوراثه، بالإضافة إلى جميع الأسئلة الوزارية اللي جت على مدار السنين من تغيير الكتاب إلى يومنا هذا، راح تلقوها في نهاية الفصل. هاي الأسئلة الوزارية الموجودة في نهاية الفصل إذا تحبون تصوروها، اللي تكررت وزاري وخلق بالها فراغات، سواء من المسؤول. هاي الأسئلة المكررة وزاري. أسئلة الفصل الخامس حالتها لكم تفصيليا، يعني ما تحتاج تدورها، اللي هي نهاية فصل راح اشوفها اكثرها مكررة، يعني خالتها بالشرحيات وتطرقت لها بس موجودة هي بنهاية الفصل. هنا أنا الاسئلة نصا اللي هي موجودة بالكتاب حليناها لكم، تقدرون تشوفوها حلولها. انت بس عليك تاخذ بدايه الحل وتقدر تكمل الباقي بالطريقه اللي علمتكم عليها. طبعا انا هذا اني اكثر حليتهم بالاثناء. هذا السؤال اجى وزاري تكرر هوايه. الفئران الصفر ايضا جتي وزاري تكررت هوايه. ذبابه الفاكهه ايضا اجت وزاري. الدم ايضا جاي وزاري. وطبعا هذا السؤال جاي وزاري هواية تكرر. هذا بدي تشوفوا سؤال 16 كلش مهم وزاري. عندنا الديك الرومي الزاحف مع الدجاج الزاحف ايضا جا وزاري. الماشية الغبارية ايضا جتي وزاري. هذه جاية وزاري أيضا وأنا حليتها لكم. نعطيكم جدول في نهاية الفصل، كل ما تفكرون به من صفات مع رموزها مع نوع الوراثة آخر حق اللي تقدرون تاخذون هذه جدول كامل بعد ما تفكرون شنو الطراز الوراثي وش نستخدم. ودائما أقول لطلابي حاولوا تستخدمون الرمز اللي نعطيه لكم الكتاب أو أول حرف من الكلمة، لا تروح لي على حرف ثاني، هو يصير بس على مودك كمدرس ما يدري يصير. مع السلامة.